غسان بحر أمرتال، محامي بهيئة فاس وعضو في جمعية كفاءات مواطنة. فيما يتعلق بالنشاط ديال اليوم، هو نشاط عنده واحد شقين، شق يتعلق بجانب الحملة الطبية في واحد المؤسسة ثانوية بمدينة بجماعة المنزل، والشق الثاني يتعلق بالتوعية والتحسيس فيما يتعلق بالقانون الجديد المتعلق بحماية الحياة الخاصة رقم 113. كما تعلمون أنه في إطار نموذج النمو الجديد ومحاولة الانفتاح على جميع المناطق ديال المغرب من أجل توعية الشباب، من أجل تقديرهم، ومن أجل الحفاظ على الصحة ديالهم، قامت الجمعية بهذه المبادرة هذه. فيما يتعلق بالشكل المتعلق بحماية الحياة الخاصة، تعلمون أن القانون الجديد هو جاء في واحد المحطة اللي هي ضرورية وأساسية، لذلك كتوجهون التلاميذ هذو باش نشرحوا لهم الخطورة ديال الاعتداء على الحياة الخاصة، خصوصا أن اليوم أصبحنا نجد بأنه كاين واحد التشهير، واحد إساءة الاستعمال ديال التقنيات الحديثة، وكنلقاو فيديوهات منشورة ديال أشخاص في أوضاع معينة، أو مثلا مصورين بشكل غير لائق، وهذا يسيء للتربية والأخلاق ديال اللي معروفة على المغاربة، كما أنه من أجل التنبيه ديالهم الخطورة ديال هذه الأفعال، مثلا التسجيلات، أو أنك تأخذ صورة لشخص بدون موافقة دياله، أو أنك تطلع على أشياء سرية اللي هو كيشوف بأنها تعتبر جزء من الحياة الخاصة دياله ولا يريد أن يقوم بإطلاعها على المجتمع، لأن كل إنسان له الخصوصية دياله. ولذلك جينا نفتحوا على فئة الشباب، لأن فئة الشباب هي الأكثر إقبالا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما رجالات الغد، وهما صحفيون الغد، وهم أساتذة وأبطال البلاد إن شاء الله في الغد المقبل. لذلك نريد أن نبني في إطار التنمية البشرية جيلا جديدا واعي بالقوانين ديالو ويتحمل مسؤوليته كما هي تتطلبها مصلحة الوطن. وشكرا.